بسم الله الرحمن الرحيم. الدنيا اللي دابرين ما. الصلاة والسلام على الخير. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تبطلوا بالذكر والدعاء. ولا تبطلوا بالذكر والدعاء الجائزين. لنا نجي ذكر خواي بكا يا دعاء بكا ربنا آتنا في الدنيا حسنة أو إبري. لمن دربوي؟ بلا قربان. إيه لمشروعيتهما فيها. بلا قربان. تمشي لنا ونجي هرب خوي ذكر دعاء في الجملة مشروعة. ومن ثم الجائزة ديالها قيد احترازية. إيه أدي أدي. ومن ثم لو أتى بهما بالعزمية. بلا قربان. إيه بسي بزمان الكردي وفارسي بري. مع إحسانه العربيتا. بلا قربان. عربي شي دزاني. بلا قربان. عربي دزاني تشوف كردي دعايك. أو لا مع إحساني برن عيان أو زاري عربي ندساني وقد اخترعهما شو بخوي اختراعي كل دعائك السنة نبو بخو دعائك بخو دعائك كردية كل كردية كي دعائك بخوي درستي كل بخوي يعني مأسور نبو لا مأسوري درست نبو كردي مأسور يا ربي خوايا كلك منازع كل السفي لسفي الشاشة نوها تنو يبيني وبيلي تبيد ورجيني أو دعائي مخترعة أو بدعاء منزوم يعني دعائي شعري دانا وشعر شعري دخلين دواء على ما قاله ابن عبد السلام اي او محرم يعني دعائي كان حرام بو حرام بو ديك او لو سورتان لهمون بطلت نجكي بطار نبي سورتي كم سبو لو أتى بهما بالعزمية مع إحساني العربية بلي. عربي دزاني شو دعاي بكرديك أو لا مع إحساني عربي ندزاني بلي. وقد اخترعهما دعاك دكت صح حديث في غمرنا ولخو دعاي دكت أو بدعاء منزوم يا دعاي منزوم دكت بشعر لنا 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 نيجي على ما قال ابن عبد السلام بلي. أو محرم يا دعاك الحرام ويا ربي خويا لفرانك سيتيك دي أجري بردي ماري هو حرام أو دعاء بطلت وليس منهما قال الله كذا هذه لنا ونجبر قال الله كذا هو دمت ذكر دعاء درنا هوني يعني في بتار دبي قال الله كذا لأنه محض إخبار لا ثناء فيه سمت إخوتي دانيا أو بتار دبي بخلاف صدق الله بل صدق الله العظيم هو مت إخوتي دانيا إخوة راسك ولو قرأ الإمام إياك نعبد وإياك نستعين هو إمام أو هيجو إيه فقال هل مأموم إيه إيه صدق الله فقال هل مأموم مأموم إيه مأموم إيش صدق الله العظيم يجو إيه أو قال استعنا بالله إيه استعنا بالله يعني ناري وإياك نستعين أو يجدري استعانة من كده هو بخواي أو بطلت بطلت نجي دبري كنجي دبري إن لم يقصد تلاوة ولا دعاء سمقصودي في الدعاء وتلاوة نبو هر زواب دانوية ملايكية زواب دانوية ملايكية بري صدق الله العظيم يعني بري فقال هاي أنا أوجه إياك نعبد وإياك نستعين. وش بيبري وش بيبري؟ أو جواب إيبيا. بلى. جواب إيبيا. إبرين استعنا بالله. ولو قرأ الإمام إياك نعبد شنك هو قتمان بخلاف صدق الله العظيم صدق الله العظيم وحسابه وقيدناك. ولو قرأ الإمام إياك نعبد وإياك نستعين. إيه فقال هل مأموم مأموم إجوتش بيقول إياك نعبد وإياك نستعين. يعني جواب إيبيا ده. أو قال استعنا بالله يمزواب إمامي دي وقوتي استعين وإياك نستعين أو قوتي استعنا بالله أو قوتي استعنا بالله بطلت بطار دبي إن لم يقصد تلاوة ولا دعاء مقصدي في تلاوة دعاء نبون يجد بره كما قالوا في التحقيق إمامي نووي لتحقيق واي فرموا هو يك والفتاوى لفتاوى خوش واي فرموها واعتمده أكثر المتأخرين زوربي متأخرين نشقوتي تيانو يشي دبري وإنا زعفه في المزموع وغيره بخوي هل مزموع قوتي تي نابري يا رقص كان إمام نووي لمزموع ولا تحقيقي يقدي جيلنا بتولو مسلي هند زار فرموه تيانو يشي دبري هند زار قوتي تي نابري كا
تحقيق اما اما قوتمان دبري وجه النوويه ولا ينافيه منافي ابطال النيه. اللهم انا نستعينك اياك نعبد نستعينك ونهتديك اياك نعبد واليك نحفد ونسعى لقنوت وناري اذا قرت اوها بري بري ان اللهم انا نستعينك اياك نعبد في قنوت الوتر لقنوت وتر اواقيدناك لو اذ لا قرينه ثم تصرفه اليها اليها اذ لا قرينه قرين النيه قرين النيه ثم لا إياك نعبدوي إن نستعينك وإياك إياك نعبدوي لقنوته تصرفه إياك نعبدوي صرف بك إليها ولقريني يعني لمعنى يا أخوي لابدا لمعنى يا أخوي لابدا وبتزواب ملاي أوشتانا نيلا قرني بخلافي هنا بلن لي رانا امام او ودر يتزاو ملاي دديوا او اول بل عندي نشك الدمري بلن لي يا ان نستعينك ونستعديك ونؤمن بك سخرين لقوريني اخو كس قصة شي نكر دي حتى تزاو بديوا ما دم نشك النار فاندفع مال الاسنوي هنا يا رئيس نوي قلت تبوش نشك الدمري وقضية ما تقرر عن التحقيق لتحقيق قوتي وتارد بإمام نووي ونيا أنه لا أثر لقصد الثناء هنا أنه لا أثر لقصد الثناء هنا أجر بحسي مقصدي سناجمي ما دام إياك نعبد استعنا إبرين وجهه تارد وقد يوجه بأنه خلاف موضوع اللفظ ثناء خلاف موضوع لفظك موضوع إياك نعبد إياك نستعين كات ما تحس سناء أخواتي دانية خبره ادي هذه خبره خبر اياك انشاجوي انشاجوي قصدي الثنائي التدانيه لا اثر لقصدي الثنائي هنا وقد يوجه بانه خلاف موضوع اللفظ خلاف موضوع لفظك السنه اياك نعبد واياك نستعين ما اخواي قوري التدانيه كابر قصدي السناج وكان يجي هذا بري بحساب التحقيقي بحساب التحقيقي برنا مجموع دي قلنا بري وفيه نزر وفيه نظر أوزار ابن حزر ذلك أقصي نظري تداهيا كقوت خلاف موضوع اللفظي لأنه بتسليم ذلك لبرزلوش بسلمين خلاف موضوع اللفظي خلاف موضوع اللفظي نية لازم لموضوعه لازم موضوع اللفظي خلاف موضوع اللفظي نية وزاق خلاف موضوع اللفظي لازم موضوع اللفظي قد يتبري أخوها من لبرد فار ما تحدكم لبرد فار ما يستعانت في ذلك ودينا كمت إخوائي ودك مت إخوائي أقا مت إخوائي نبي لي لازم دي مت فإنه غير مبطل مبطلين ما دام أبي أمام أي فهو مثل فهو مثل كم أحسنت إلي وأسأت وأسأت سندت ساعك لقنا من كديم شفيا وشخراب ويما هناك مدى إياك نعبد وإياك نستعين إيش هو فإنه غير مبطل مبطلني يعني تأييدي مجموع ذكاء لمجموع قوتي بتار نية لتحقيق قوتي بتار تأييدي قسم مجموعك لإفادة ما يستلزم السناء أو الدعاء وحينئذ يؤخذ من ذلك أن المراد بالذكر هنا ما قصد بوضعه أو لازمه القريب الثناء على الله تعالى ما دام وابي أو ذكر دعائي كلب يشهو قطمان بقصد ذكر دعاء برئته سلف زكاة ذكر دعائي تدابي يعني يلزم منه الذكر والدعاء هل شكت بتارنا أقدم مما مر في نحو النذر والعتق ثم رأيت ما يسرع بذلك أما رأي إخوان لوغوتي لدعاية الحمد لله عيني أو قسم دي تولك العالم تشقورا فرميتي هو إفتاء الزلال البلقيني في من سمع فبرأه الله مما قالوا أو إمام أو هاي دخلين مأموم سيقو فقال بريء والله من ذلك بريء من والله من ذلك أو هاي قو سيقو تيو الزلال بلقيني بعدم البطلان وتبعه غيره يجب آدم إياك نعبد إياك نستعين شيئا من بريم يعني استعنا بريم نشمل بتارنا فأبتى به بعدما بطلانه فيمن صاحب سمع وما صاحبكم بمجنون فقال حاشا حاشا أقول حاشا أو أبو حاشا هو نجنا لكن الظاهرة أن هذا
إنما يتأتى على الضعيف في استعنا بالله أو هنجني ويا أقال لسا قول ضعيف كي برول لإستعنا بالله وش اللي يقول نابري نيش أو أبو ما صاحبكم يمزنونيش لسا أو رأي أقال يك أكبري حاشاه نيش نابري أقال دبري لأنه مثله بزامع أن في كل قرينة قرينة تصرفه إليها ولا قريني يعني كان وش تزاب دانه ويا وش تزاب دانه وش لولا قريني شو نزيك الدعاء دردس وليس منه إفتاء أبي زرعة أدي أبو زرعة فتوى شداء سي فرموا بأن صدق الله العظيم عقب سماع قراءة الإمام ذكر أما شو ما أبو زرعة جواي فرموا أول لو حسابي داني نجي في نابري لكنه بدعة بلن بدعة أتوا بري لو لأنه لا يختص بآية صدق الله العظيم لو هتس آية خاصينية فلا قرينة سقرينة لقرينية حتى ببيت الزواب وقصك يا أبو زرعة لكنه بدعة لأنه لا يختص بآية فلا قرينة وفيه ما فيه بل أوج احترازي ديت السريع إلا أن يخاطب غير الله تعالى كقوله لعاتس رحمك الله مثلك أوها أقصد عالم كي ننام نجي نجي كالدبر هل سند ذكر دعا جبي هل سند ذكر دعا جبي أما لبيش أولا مثلك قوتمان بذكر دعا نابري أو إلا استثناء نواندري إلا أن يخاطب غير الله تعالى وغير نبيه صلى الله عليه وسلم خطاب إذا قبل يغنبرش قيدناك بس خطاب ندق أخوائي بي ندق بيغنبري بي نشد بري ولو عند سماعه لذكره على الأوزاع إلا أن يخاطب غير الله تعالى وغير نبيه صلى الله عليه وسلم ولو عند سماعه لذكره على الأوزان ولو لو كاتب كناوي بيغنبري شجلي دبي صلى الله عليه وسلم صلواتك بخطابه صلواتك بخطابه صلى الله عليك وسلم هقيدناك ولو دبت تجاوب دانا وش قريناها أو لو يلوه قوت وقياس ما مر فيه من إلحاق عيسى به إيه لبيشو قوتمان أقل خطابي لقى حضرت عيسى جبكا قيدناك أما تازو قوتمان إلا خوشويست وخواي قورا أقدر حضرت عيسى جبكي خوشويستي أقل خطابي لقى بكي لنمجي قيدناك أو ما دموابي وقياس ما مر بما فيه ليش برازي نبو ينزل من إلحاق عيسى به إلحاقه به كسائر الأنبياء صلى الله على نبينا وعليهم هنا أي سواء في الغير سواء في الغير أو زد أو براوة وقياس ما مر بما فيه من إلحاق عيسى به إلحاقه به إلحاق عيسى شبيب كيليرا أما لبيش هو قطمان عيسى شعند قطتان وشي خوش بيستيا ما دام لبيش عن وبيليرش باوبي كسائر الأنبياء في غمبرة كاين ديش هروا فرقسيا بس خطاب دقا عالم عادتي مكو أدي خطاب دقا عالم كدمش دبري أنا دبري دبري سواء في الغيري غيرك الملكو سيدك الزبرائيل بكي هنمش دبري والشيطان والميت والزمان على المعتمد لكن اعترض حمل قوله صلى الله عليه وسلم في صلاته لإبليس ألعنك بلعنة الله إباشا أدي لو تتعزى نتقود سيدك الشيطان يجبكي نجد دبري أدي لو بيغمبر إخوالنا نجد فرمويتي ألعنك بلعنة الله أقصدك الشيطان كافي خطابي أوزا عمل ينكدي تستسي على أنه كان قبل تحريم الكلام لأنه عنجن الكلام حرام نبوه لا أول إسلامتي بوه أو هو احتراز جلال أقصي بأنه لا يتأتى أو قصر رقناكوي إلا على القول إلا قصك بسبكري بأن تحريمه كان بالمدينة أقبري كلام لمدينة حرام كرا أو زرق دكبي لو لأن قوله له ذلك كان بها سنشي ألعن
ألعنك بلعنة الله لما ديني فرمو في أغنبر صلى الله عليه وسلم أفزا أقر لما كيقص حرام كرابي رغناك بيتبري قبل تحريم الكلام إلا أقر أوها برم لما ديني تحريمكش لما ديني بوا ألعنكش لما ديني بوا بيش أويك حرام بكري عزرت فرمي ألعنك أو رغدك بي قيدين يا أوها بأن تعليمه كان بالمدينة لأن قوله له ذلك كان بها وأزيبه زابش كش درايته بأنه يحتمل أنه خصوصية أو خصوصية لو في غمرة خاي صلى الله عليه وسلم هرسبري أو كيف خوتي أخوي دزاني خصوصيته خصوصيته نعود وقت خروج وشيء أو هرجة كان سبشتي دانا ونيجو خوي نبريو أو شتك خاصية لو مونيا أو أن قوله ذلك كان نفسياً لا لفظياً يعني لدري خوي فرمو ألعنك بلعنة الله لبزمان وينفر كما أشار إليه في المجموع هل وشي لمجموع إيش إمام نووي إشارة ولي أقصك والروعية على خلاف الأصل أو زباش له أو دقسة أو دقسة خلاف أصل أو قصي وش بريك أنه ما يلو دورة يقبري خصوصيته ويقبري كلامي نفسيه ما أقر راس وراس قصة كيك البيتية دري لإطلاق والروحية على خلاف الأصل لإطلاق أو عموم أدلة البطلان شنش دليل بطلان بتارد ببقسي أو مطلقة وعامة يا مطلق يا عم لو حضرتيش لو مش عرف سيقصي لنا ونجيبك نجيب تارا أو زلبر أو أما مزبور أو خطابي حضرتي تعبير شي لي بك يعبر بمعنى خصوصيتها يعبر كلامك نفسي بوا يعبر قبل التحريم بوا ده مش شواب إطلاق عام يعني فرق يعني هي بأصول الفقه بأصول الفقه أو فقه أصول الفقه مطلق أو صفته إضافة وإلى جنوب قدر ده إنه مطلق شرني لبزك لبزك عامي عامش دبي عام وش يتزمع بيان من بيانه بيبويدر عام ويبعد تقييدها أو تخصيصها بمحتملين أو دليل أنا أمن بسم تقييدي بكم ويان تخصيصي بكم مش تشي دورة أو زي لبر عندي مزورا أمن دبي أو ألعنك عزلتي بلم خصوصية دوا يعني كلامي نفسي بوا تقييدها بو إطلاقك أو تخصيصها بو أدلة أدلة تقييدها ضمير رازي ولي أدلة أدلة مطلق وعام دليلك مطلق بيعام بتخصيص بكي زحمته بس لهم هيا برهم لو خوش وشتي وقيدين يوم يعني بكلام نفسي فرموها قلتي إلا أن يخاطبه كقوله لعاطس رحمك الله كابرة بيدك جئت لنا ونجدر رحمك الله نبي نبي لأنه كلام الآدميين عينئذ كعليك السلام وش كابر السلام عليك تبري عليك السلام لنا ونجد نبري أدي أقرب فير قوتي عليه السلام يا قوتي رحمه الله نقول رحمك الله بخلاف رحمه هو عليه السلام لو لأنه دعاء ودعاء دعاء نقول دعاء ذكر بتار نبي أوش أوها ويسن لمسلم عطس أو سلم عليه سلم عليه راستي راستي باشا ويسن لمصل عطس بخوي بيكشي بني خرنا ببري الحمد لله أو سلم علي سلام لكن نري الحمد لله زابج مدوى أن يحمد بحيث يسمع نفسه بخوي يسمع نفسه بخوي خوي تبقيني بس خركتنك ندري خوبري وأن يرد السلام بالإشارة باليد وش كابر السلام يكون أو هايش وش إستع عالم أو هناك أو الرأس ينصر خبرة شيء أو بلقينه بالإشارة باليد أو للرأس ثم بعد سلامه منها باللبس أو زوجي سلام الدعوة باللبس أو سنة يعني وبعث ندبه تشميت مصلم عطس وحمد زهرا هذه أقر كابري لنا 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 ونجي بيكجي وقوتي الحمد لله ونجي نابري خطابي تدانية دعايا إي ما دام ما بي اتجبر رحمه الله سنته عندك وا بحث ياك يا بس ببحثه بله نار زكريا ويندبو واو بحث كلام يا ناسي زول في الرازي بي بس ايه سنت بو وا بحث كلام وا قلت تعمل مندوبه بله ولو سكت طويلا بله ادي لنا نيجي خوي كركل ما هو شي زول بلا غرض هلو قري لم تبطل في الأسائي نجنا بري بسكوتي ولو سكت
أو نام فيها. بلا خمان. يا النوس. نانجا كأنوس. لنانجا نوس. بلا. ممكنة. لصحيحة متمكنة بو. بلا. خلافا لمن وهم فيه. بلا خمان. أوهمي كد يدري أقل بنوي تنجي لبري. بلا. بين شيء. طويلا. بلا. طويل بي. بلا كان جن نوس تخوي كركن. في غير ركن قصير في سورة السكوت الحمد كما هو معلوم من كلامه وشبا قصدي خوكر دكا نابي لا اعتدال ولا جلوس بين السجدتين بسوك أنا بخواه ركن قصير لبيش هو قوتي توان اقا تتويلي وانا بكا نجيب تار دبي اقا عمدن بي اقا عمدن خوي كركت بين شي زور لوان نجي دبري بس لركن كان دي كبا عمدن خوي كركا نجي نابري بلا غرض هلو قري بي لبو لو قرش بي اقا بغرض بي قيدينيا بلن ببي غرض ايش بي نجي نابري لم تبتل في الأسعيلو لأنه لا يخدم هيئتها هيئة نجي تغنادا أما اليسير فلا يغر جزما ويسن لمن نابه شيء في صلاته اشتكي بسعاد لنميجي كتنبيه إمامه إذا سهى إمام غارتك وإذنه لداخل أي مريد دخول استأذن فيه أتنجد دكت يقل در كيدا وإنذاره أعمى يان كورب دكتنا قورتي يان ماربي وددا أو نحوه كغافل أو غير مميز يان غير مميز من دارب أن يقع به معلك أو نحوه أقريتي بردبي يان دكت تشتقدي سوتيني أو ها باشا تسبري أن يسبح الذكر المحققة تسبيحاتي كذكر إخوة تعالى بمعلومين أو كلمة نبي أو إشكالي تدي عندها أنقول ذكره وعندك دي أنقول عونية أو أنا نا تسبيحاتي براسي بك أي يقول سبحان الله أو أمري أو زي أقولش قد سبحان الله أقام لا غيرتي كردوي أو تسالكاته وكابري لدر كيدي دا دي تزوري أو يدي كمن دار الساوية داك كيدي لايدبا أو بقصد الذكر وحده أو مع التنبيه يعني هو دوك المقصد أديشن وتسبح ال وتصفق المرأة والخنثى أوش ما أو هاوكا للحديث الصحيح بذلك قيل قضية عبارته سن التنبيه مطلقة دبي تنبيه سنة بحمدمي قلت ويسن لمن نابه شيء كتنبيه إمامه وإذنه تنبيه ديار السنة مع أنه قد يجب أو نقول ويسن إيه تنبيه السنة إيه تنبيه عند زار واجبة تنبيه واجبة وشيء من دارك دكتنا دستوت أو أوها إيه وقد يسن عند زار سنة وقد يباح عند زار مباح أو احتراز الإمام نووي ويرد أو قسم مردودة هيك احتراز نهاية الإمام النووي بأنها عبارة إمام النووي لا تقتضي ذلك وناقين إلا سنة بي أدي صدقيني بل إن السنة في سائر سور التنبيه أي التسبيح ودي بل إن السنة سنة في سائر سور التنبيه لهم سورة التنبيه أي التسبيح للذكر للذكر والتصفيق والتصفيق لغيره أو هاي قلت يا قلت يتي حمو سورة التنبيه وشي من دارك دكت دسوتا يان كابرا كورب دكتنا وقورتي يان إمام غرتي دكت لحموان لحمو سورة كان سنة إمام بياو بيبري سبحان الله عقش نجمي تصفيق بك وكذلك أي أقصك جوايا نفى متنبيه سنته نيقوت يتنبيه حمود من سنته أقل ويش تتنبيه بكي لو أو إشارة تنبيه بك سنته تسبيح سنته وتسبيح سنته تنبيه كأم فلو صفق هذه قفياو أو هايكل وسبحت جنت سبحان الله يقول برواجي فخلاف السنة خلافا لما زعم رسول أصلها قلت دي أصل السنة حاصل دبي وأشار بالأمثلة الثلاثة مسنب زانا تبرون إمام النووي تنبدي قدوة سمي ساري لتبهنا إلى أحكام التنبيه تنبيه هم أحكام الكتغيت داها فالأول لندوه أبي أول كتنبيه إمامه أو سنته إمام غرتي كد يبري سبحان الله والثاني لإباحته أبي دي كابر لدر كيد دا وأنه إذنه لداخل أو مباحة والثالث لوجوبه وإنزاله هذه أعمى هذه بنعكس من جزء من وداعتنا لأن والله درى تنبيه إلا سنة ليوجبه فيلزمه أي
إيه واجب أدبيات تنبيهم كي إن توقف الإنقاذ عليه أقل حتى إنزارنا كي توقف إنقاذك متوقف بلسان إنزارته دبيته إنزاره كي إنفاذ خبا إنقاذ ها إنقاذ 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 قرطار كردن هو السورة الأخيرة وإنزاره أعمى هذه كورة كذا كوتنا قرطي من دارك كذا سوتا بالقول يعني بزمان بري سبحان الله أو الفعل يعني بفعل بي أنا نجي خده ببري بس من دارك أرقريه ومع ذلك تبتل بكثيرهما أقا فعلك كثير بقيرس نجد بالربابه وبعث ندب التسبيح لها جن سبحان الله يبري كنجي بحضرة نساء أقول شن لي يقول أو محارمة يان محرم خوي لي وين دري كل زهري بالقراءة كو بشو قرآن قيم بخيني أقول إلا شنو محرم لي بن قيدين يا باب تسبيحش أو هابي تسبيح وفيه نظر بس نظري تداهي لو لأن أصل القراءة مندوم لها بلد. أصل القرآن خندن لوجنان سنة لو هيديا أجر بياوي أزنبي لو يندري بكز لو يندري باقيم بي بخلاف التسبيح للتنبيه برم تسبيح لتزيخو إبياوان إبياوان إجنان نيا آه. أو زبابين وسي تسبيح وإذا صفقت فالسنة أن يكون بضرب بطن اليمنى على ظهر اليسرى أوها وهو الأولى أو يك أو زهر اليمين على زهر اليسار تماشي الاستيمنكا أو ها زهر يمين لس زهر يسار أو ها أو هاجدمي وهذان أولى أو باشتر من عكسهما له دكان بالعكس بكي بس يدستيت سوبا لس راستي بدا يان بشتيت سوبي لبشتي راستي بدا أو أنا خراب كما أفاده المتن إخوان ذا أود ناو راستي أودي سيا وهو ضرب بطني زهر اليسار ناو لبيت سوبي على زهر اليمين أو هابكي أو خراب وهو عكسكي وهذان أولى من عكسهما لا عكسك عكسك سيا كما أفاده المتن عكس متني متن قوتي بضرب اليمين على ظهر اليسار عيني متنك عكسك والشرح كنا هو ضرب بطني أو ظهر اليسار من عكسهما كما أفاده المتن عكسك سيا هو ضرب بطني أو ظهر اليسار على ظهر اليمين أوه هودو السورة هودو السورة كما أفاده المتن يعني بطني يسار على ظهر يمين أويك يعني ظهري أوها ظهري يسار على ظهر يمين أو خرابة زور باشنية وبقي سورتان دو سورة دي كمايا ضرب ظهري اليمين ظهري يمين أو ظهري ظهري يميني على بطن يسار على بطن اليسار أوها أو باشنية وعكسه وعكسه أو ظهري بالعكس ظهري بالعكس ظهر 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 اليسار لسربط اليمين أوها ظهر اليسار لسربط اليمين ولا يبعد أنهما مفضولان دورني أو أنا خراب مفضول بن خراب نائب المفضول بالنسبة لتلك الأربعة بالنسبة وليت سارك أولي سنشا ما دومان دومان لبيش هو قد لدوار العكس كي دوري كمان قد أو تسار يستار دوري كمان قد أو الشاش لأن المفهومة من صنيعه سنشي للصنيع فقهاء واديارة أن كون اليميني هي العاملة راسي اللي بدأ أبدأ تسأوها بتسأوها وأن كون العملي ببطنك فيها ببطنك في بي كما هو المألوف أو لا بطن الكب كي أوها باشترا يعني هرنا أوها بي دستي راسي بكاربينا ثم كل ما كان أقرب إلى هذه وأبعد عن البطن على البطن. باشي أنجينيكا سندي دور بي لوي بطني لبطني بدي بطن لبطني تسفر لداني براستيا أو خرافة أو يديكا أو هابي أو هابي أو أنا أموي قيدناك الذي هو مكروه يكون أولى مما ليس كذلك ومحل ذلك أو زأويك أمد قوتمان أو سنة أو هاو أو أنا حيث لم تقصد اللعبة أقا مقصدي في سفر اليدان النبي لبس عبد ونكاشنك أقا بس عبد ومكا وإلا بطلت
نجي بتعرض بها مدمي ما لم تزل البطلانة بذلك وتعذر إلا أجر معزلتي أبي برنم زاني في بتعرض وقول الزمعين في ضرب البطن على البطن أدي بطني ضرب بطني على البطن لا بد مع قصد اللعب من علم التحريم نبي إلا علم التحريم أبي أو زحرامة أما قلت ما أجر قصدي حرامي أبي قصدي لعبي كان يجب تعرض به إيه عند قوتيتيان قصد اللعبة تنينية ده بعلم التحريم شهبي علم التحريم باتشي قربان بوك اللعب بزاني حرامة بزاني حرامة وجبك تي حرامة قربان سبر لي دان لنا مكروهة لعبة حرامة إيه إيه أخو بزاني لعب حرامة وبشكا بشكا هدي لعب بزاني حرامة وبكا أو زبتارة أما حق وثمان ومحل ذلك حيث لم تقصد اللعبة أجل قصدت اللعبة نجبة تارد عندما قلت تان قصدت اللعبة نجبة تار نابي ده بعلم تحريمي يبي أو قصيا ينافيه تصريعهم الشامل لسائر سور التسويق لو هم سورة التسويق بشمولي قوتي تيانسيان قوتيا بأن محل عدم بطلان الصلاة بالفعل القليل وإن أبيحا فعل قليل خود درستا ونيا قوتي دان فعل قليل شهنجي درستا ما لم تقصد به ما لم يقصد به اللعب هذا مقصد فعل لعب نبي ما لم لعب به زلامش به فعل قليل يجبكا هل نجده وفي وفي تحريم ضرب البطن على البطن خارج الصلاة هذه اللي دارت سفري اللي يبدأ هذه سفري اللي يبدأ كيف لو خول يبدأ لعقالي الآن مزاري لك سفري اللي يبدأ وفي تحريم ضرب البطن على البطن خارج الصلاة وزهاني لأصحابنا دو وزهي عندك دين حرامة عندك دين مكروهة وشرته شرط دروس دوني أويا شتي نعم براوة وشرته أي شرط عدم البطلان بالتصفيق بتصفيقه كقطبان نجي نامري وشرته أن يقل نبي كمبي وكابر اللي قصد لعبينك أو هاجبك قيدين يا قصد لعب نبي يا قصد لعب بعلم تعليم نبي لسر رأيك وشرته أن يقل نبي كمبي أقصي زهر أو هابكا ونجي دبري ولا يتوالى لدو يقديش نبي نزير ما يأتي في دفع الماري وشي أوي دفع الماري دكي أقصي زهر أو هات كردي نجي دبري واقتضاء بعض العبارات أنه لا يضر مطلقا هذه عند قوتيتيان قوتيتيان تصفيق بهز نوع شيء نجد نابري لنا نجد وقت الله بعض العبارات أنه لا يضر مطلقا أشار في الكفاية إلى حمله على ما إذا كانت اليد ثابتة والمتحرك إنما هو الأصابع فقط صلى الله على سيدنا محمد وأنا لسه مسألة كبرت شفالي أداء أو دوكرة تمام؟ ها دوكرة إثنين كاتسي نكاتسي أنا بتعال قربان بدي بكاتسي بتعال دبي بتعال هذي هاك آقا دارنا بو قربان ها دي بريغ راوس دوية لبا دوان تلدان يبروشين راوس تدو زاردي لول يدوا اوه لا يتوا على وينكو بريكي الوداناي يسي قوان تشاكوا ليدان اخوي حلامة يا حلامة انا يبوز هاني رجع لا تسافر في بتنا حرامني بس اي بو تشجنو سلام تكر دبنو دكنا شاي وتسافر ليدان تسافر كش دك شاي اي حرام تسافر بتاقي تاني حرامني من اخبر مراقبتي حكمي وصف ده بزاف. صف اللي داني بتنا خيديني. ما. إيه بتنا إيش مكمل؟ مكمل صلاة الجفاقة. مرجع كقول يا رب مرجع عندك حتى إيواري هذا منطقة قدمها المغربي وزد هات نوا لهات نويدا السبع بدأ عندك. السبع بدأ من طلعته. سفران يده حتى دور تركي. بس. وفي فتاوى من ري
الرملية سئل عن التصفيق خارج صلاتي إيه لغير حاجتي إيه لو مرة فأجاب إن قصد الرجل بذلك إيه اللهو أو التشبه بالنساء هو حرام التشبه بالنساء وهيس وإلا كروه إيه مكروه تو فتعيش عقا هرگا بیرم ماو ات سامای دل تازه و بیانی داو تقدا بوم بله بیانی داو اسرع بده اسرع بده ما بیانی داو دفعهام لخوای انشالله و شرکی بادت کرایتی خونه